23 قدمت جمهورية جنوب أفريقيا طلبا ترفع فيه إجراءات قانونية ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات التي تنتهكها إسرائيل بشكل يتعارض مع اتفاقية محاربة الإبادة الجماعية. وبموجب هذه الاتفاقية فإن هذا الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا كان يقضي بضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة وفقا للمادة 41 والمادة 73 والمادة 75 من قواعد المحكمة. ووفقا للممارسات المعتادة فأنني لن أقرأ هذه المواد التي تحدد الإجراءات المعمول بها، وكذلك سوف ألخص أهم ما جاء في هذه الفقرات. والآن سوف أبدأ بقراءة القرار في الوارد في الفقرة 13. In the order, the court begins by recalling في بموجب هذا الأمر فإن المحكمة تطالب بضرورة الانتباه إلى قضايا إلى دعوى هذه القضية. في 7 أكتوبر قامت حماس بالإضافة إلى بعض المجموعات المسلحة بشن هجوم على إسرائيل، وقتلت من خلاله أكثر من 1000 شخص، وقتلت أكثر من 150 شخصا، وألحقت الأذى بالآلاف وبعض بالإضافة إلى آخرين. في عقاب ذلك شنت إسرائيل عملية حربية واسعة النطاق جوا وبرا وبحرا ضد غزة، مما أفضى إلى أعداد كبيرة من الوفيات ودمار كبير في البنى التحتية ونزوح أعداد كبيرة من غالبية سكان غزة. والمحكمة على دراية كلية بالمأساة الإنسانية التي حلت بالمنطقة وتشعر بالقلق البالغ إزاء فقدان الحياة والمعاناة المستمرة في غزة. إن الصراع المستمر في غزة كان قد تم التطرق إليه من خلال جملة من المنظمة بما في ذلك الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة بالإشارة إلى جوانب مختلفة من هذا الصراع، وأن نطاق هذه القضية الحالية المقدم إلى المحكمة يعد محدودا. وكذلك طالما قدمت جنوب أفريقيا هذه القضية بموجب اتفاقية محاربة الإبادة الجماعية، ولابد من الوفاء بعض المتطلبات من أجل الوصول إلى التدابير المؤقتة، وهذا يقع ضمن سلطة الاختصاص القضائية. وهذه إذا ما كانت هناك وفاء واقتناع لدى المحكمة بتلك المتطلبات وفقا للسلطة القضائية للمحكمة، ويجب على المحكمة أن تقتنع بضرورة إتمام كافة هذه المتطلبات وفقا للأسس الموضوعية للقضية. وفي هذه القضية فإن جنوب أفريقيا تطالب المحكمة وفقا للمادة 63 الفقرة الأولى منها وبموجب ميثاق المحكمة وفي المادة 9 من اتفاقية محاربة الإبادة الجماعية. لذا لابد للمحكمة أن تبت إذا ما كانت هذه الأحكام بصورتها الظاهرية تفي بالمواد المنصوص عليها في الاتفاقية تمكنها من معرفة إذا ما كان هناك وفاء بكافة هذه الأحكام من أجل التوصل لقرار مؤقت. المادة 9 تنص وأقتبس أن هناك فرصة لتفسير وتطبيق هذه التدابير المؤقتة بما في ذلك تلك المتعلقة بمسؤولية أي دولة عن أعمال إبادة جماعية أو أي ما نصت عليه المادة 3، وسوف تقدم كل هذه الأعمال إلى محكمة العدل الدولية وفقا للأطراف الموقعة عليها. جنوب أفريقيا وإسرائيل كلاهما دولتان موقعتان على هذه المعاهدة، ولم تقدم أي منهما أي تحفظ على المادة 9 أو أي مواد أخرى في الاتفاقية. المحكمة تتذكر أن المادة 9 من اتفاقية محاربة الإبادة الجماعية تشدد على ضرورة تفسير كيفية تطبيق المواد الخاصة بهذه الاتفاقية، والنزاع في هذه الاتفاقية قد تكون نقاط قانونية أو نقاط واقعية بما يعكس اهتمامات ومصالح كل من الطرفين. ولابد أن يظهر أن مزاعم أي طرف قد تم الاعتراض عليها من قبل الطرف الآخر، ولابد لكل من الطرفين أن ينظران بمسألة الأداء أو عدم الأداء والالتزام بالالتزامات الدولية. ومن أجل النظر في هذه القضية لا يمكن للمحكمة أن تستثني إذا ما كان هناك أي طرف قد رفض أو وافق على كافة أحكام هذه الاتفاقية.
وطالما أن جنوب أفريقيا قد أثارت هذه القضية قضية التي ترتبط بالإبادة الجماعية، فإن هناك طلب أيضا لاتخاذ تدابير مؤقتة، سواء إذا ما كان هناك شكوى من قبل طرف، وإذا ما كان قادرا هذا الطرف على إثبات كافة المتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية. وتشدد المحكمة على أن عملية البت في الخلاف في بين الطرفين في وقت تطبيق في وقت رفع هذه القضية، فإنها سوف تأخذ في الحسبان أي تصاريح قد تمت مداولتها بين الطرفين، بذلك بما في ذلك أي تصريحات قد تمت بصورة جانبية، وقد يكون هذا من خلال الوثائق أو من خلال أي وسائل تواصل أخرى. إن مسألة فض النزاعات قد تكون مسألة موضوعية للمحكمة وتعتمد على الجوهر بكافة الأشكال والإجراءات القانونية، وتنوه المحكمة أن التصاريح التي أدلت بها جنوب أفريقيا في أكثر من مناسبة شددت فيها على وجهة نظرتها على نظرها على النطاق الذي قامت به إسرائيل بشن عملياتها العسكرية ضد غزة بما يخالف الأعراف المنصوص عليها لهذه الاتفاقية واتفاقية محاربة الإبادة الجماعية التي قد تم تقديمها من قبل الطرفين. وجنوب أفريقيا تقول بأن وأقتبس هنا أن الأحداث التي وقعت في الأسابيع الستة الماضية في إسرائيل تظهر بأن إسرائيل قد تصرفت بشكل مخالف لالتزاماتها وفقا لهذه المعاهدة. نهاية الاقتباس، أن جنوب أفريقيا تشير إلى الأحداث التي وقعت في 22 ديسمبر وما قال السفارة الإسرائيلية في جوهانسبرغ، لكن السفارة الإسرائيلية قد نفت أي اتهامات تتعلق بإبادة جماعية، وكذلك وزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بسادس من ديسمبر 2023 بنشر وثيقة وقامت بتحديثها على موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية في السادس عشر من ديسمبر بعنوان الحرب ضد حماس، والتي قالت فيه وأقتبس هنا أن الاتهامات الموجهة بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل هي ليست فقط غير حقيقية بل أنها تنافي الواقع وتنافي الحقيقة. وفي تلك الوثيقة أشارت إسرائيل وأقتبس أن اتهامات الإبادة الجماعية هي ليست لا تطابق فقط من حيث الشكل والمضمون، بل لا يوجد أي أسس يطابق القانون بما يوحي بأن هناك إبادة جماعية قد حدثت. نهاية الاقتباس، على خلفية ما ذكر آنفا، فإن المحكمة تشير بأن كل من الطرفين يمتلكان وجهات نظر متضاربة بشأن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والتي ترقى إلى إبادة جماعية بما يخالف التزاماتها بموجب هذه المعاهدة، وأن هناك ضرورة لتأكيد وبصورة ظاهرية طبيعة هذا النزاع بين الطرفين وفقا لما يمكن تفسيره بموجب أحكام الاتفاقية. أما فيما كانت تصرفات أو الامتناع عن اتخاذ تدابير من أجل الحقول دون ارتكاب إبادة جماعية، فإن جنوب أفريقيا ترى بأن إسرائيل قد ارتكبت جرائم إبادة جماعية وقامت بعمليات قتل جماعية، وأن جنوب أفريقيا مقتنعة بأن إسرائيل قد انتهكت بعض الالتزامات الأخرى بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك التآمر لارتكاب إبادة جماعية، وكذلك الإثارة والتحريض على ارتكاب إبادة جماعية وتسهيل أعمال الإبادة الجماعية. وفي المرحلة الحالية من الإجراءات فإن المحكمة سوف لن تنظر إذا ما كانت أي انتهاكات من جانب إسرائيل في مسألة الإبادة الجماعية قد حدثت، لأن هذا الأمر يتم فقط من قبل المحكمة من خلال تفحص الأسس الموضوعية لهذه القضية. وبناء لتقديم إشارة للتدابير المؤقتة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ترمي لتأكد إذا ما كانت العلاقات والشكاوى التي أشارت إليها جنوب أفريقيا قد ترقى لتكون ضمن نصوص واتفاقية محاربة الإبادة الجماعية، وخاصة بما في ذلك الادعاءات التي قدمتها جنوب أفريقيا بشأن إسرائيل وتصرفاتها بغزة، والتي ترتأي الأخيرة بأنها قد ترقى لتكون جريمة إبادة جماعية. وبناء على ذلك فإن المحكمة ترتأي بأنها وفقا للمادة التاسعة من الاتفاقية، فإنها
فإنها لا يمكنها أن تزيل هذه القضية من القاء العامة، وتقر المحكمة بأن مسألة مكانة جنوب أفريقيا، وتشير المحكمة أن هذا لن يؤثر من موقف المحكمة في الفترة الحالية. وفيما يتعلق بمسألة التطبيق والمعاقبة لجرائم الإبادة الجماعية التي وقعت في ميانمار، فكذلك أيضا تمت إثارة هذه الاتفاقية، وتشير المحكمة بأن كافة الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لديها مصلحة مشتركة في مسألة معاقبة ومحاربة الإبادة الجماعية من خلال التزامها بالوفاء بكافة متطلبات وواجبات هذه الاتفاقية. هذه المصالح المشتركة تضمن بأن الواجبات التي تقع على كافة أي طرف تجاه الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية يجب أن تكون مطبقة، وهذا يعني أن كل دولة طرف لديها واجبات لتمتثل بذلك، وكذلك المصلحة المشتركة للامتثال وفقا لاتفاقية محاربة الإبادة الجماعية تتطلب بأن أي دولة عضو دون أي تمييز يحق لها أن تتحلى بمسؤولية هذه الدولة وأن تعمل على الوفاء بكافة واجباتها. وبناء على ذلك فإن المحكمة وجدت بأن أي دولة طرف في اتفاقية محاربة الإبادة الجماعية قد تثير مسؤولية دولة أخرى بشأن هذه الإبادة الجماعية بما في ذلك الإجراءات القانونية المعمول بها لدى هذه المحكمة، وكذلك أيضا كافة الأحكام التي يمكن العمل بموجبها. وكذلك ترى المحكمة بأن جنوب أفريقيا لديها مكانة لرفع هذه القضية بشأن الانتهاكات المزعومة لجرائم الإبادة الجماعية. المحكمة تلتفت إلى مسألة حقوق الحماية والرابط بين هذه الحقوق وبين الإبادة الجماعية، وتشدد على أن هناك جملة من التدابير المؤقتة وفقا للمادة 41 سوف يكون الهدف منها الاحتفاظ بالحق الأساسي المزعوم من قبل الأطراف وفقا لإصدار القرار المبني على الأسس الموضوعية للمحكمة، وهذا يعني بأن تلك التدابير سوف تعني بأن تلك الحقوق سوف يتم البناء عليها وفقا لممارسة السلطة لحقوقها. إذا ما اقتنعت هذه الأخيرة بأن تلك التدابير المؤقتة قد تكون حقيقية ومعمول بها، وفي هذه المرحلة من الإجراءات المحكمة لن تقوم بالنظر بالتحديد بصورة مؤقتة إذا ما كان هناك لجنوب أفريقيا حق باتخاذ هذه الإجراءات، وسوف تقرر فقط إذا ما كانت الحقوق التي طالبت بها جنوب أفريقيا يمكن تطبيقها. ولكن هناك رابط بين مسألة الحماية وبين التدابير المؤقتة التي تم طلبها. وتتذكر المحكمة أنه وفقا للمادة 1 من الاتفاقية فأن كافة الدول الأعضاء التي تعهدت بمحاربة ومنع الإبادة الجماعية واجبها واضح. فوفقا للمادة 2 الإبادة الجماعية تعني أي تصرفات يرمى من خلالها لتدمير عرق جنس أو مجموعة أو أي عرق أو مجموعة منها أو تسبب بضرر جسيم أو بالغ العمل عمدا على الحق الأذية على ظروف الحياة الخاصة بتلك المجموعات والعمل على التدمير الفعلي والمادي فرض تدابير يرمى منها لمنع هؤلاء الأشخاص من العيش، وكذلك النقل الجبري لهؤلاء الأطفال الذين يتعرضون لتلك الجرائم. وفقا لهذه الأحكام فإن التصرفات التالية ممنوعة: التآمر لارتكاب الجرائم وكذلك التحريض عليها، والمحاولة لارتكاب إبادة الجماعية والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعية. أحكام هذه الاتفاقية يرمى منها لحماية كافة المجموعات الدينية أو العرقية أو القومية من أي تصرفات يرمى منها الإبادة الجماعية. وترى المحكمة بأن ثمة علاقة متبادلة بين تلك المجموعات التي
التي تتمتع بحماية بموجب هذه الاتفاقية، وهناك لزام على كافة الدول الأعضاء أن تمتثل بالأحكام المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية. وكما نظرت هذه المحكمة في قضايا أخرى ووفقا للمادة الثانية منها، فإن النية للتدمير والقصد للتدمير سوف يكون الجزء الجوهري في النظر في هذه المحكمة، وهذا أمر مطلوب نظرا لأن الهدف والغرض من هذه الاتفاقية برمتها لمنع التدمير المتعمد لأي مجموعات، وأن لا يكون هناك استهداف لها الأمر الذي قد يحمل آثار واسعة النطاق. بالنسبة للفلسطينيين فيبدو بأنهم يشكلون مجموعات عرقية أو دينية أو قومية، وبذلك هم مجموعة تتمتع بالحماية وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية. وتلاحظوا الاتفاقية وفقا لمصادر الأمم المتحدة، فإن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يشكل أكثر من 2 مليون نسمة، والفلسطينيون في قطاع غزة يشكلون جزءا جوهريا من المجموعات التي تتمتع بالحماية. وتشير المحكمة بأن العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل في أعقاب أحداث 7 أكتوبر 2023 أسفرت إلى أعداد كبيرة من عمليات القتل وعمليات دمار جماعية للمنازل ونزوح جبري لغالبية السكان، وكذلك إلى أضرار بالغة للبنى التحتية، في حين أن تلك الأرقام لا يمكن التحقق منها بصورة مستقلة، لكن المعلومات الأخيرة تشير إلى أن 25,700 مواطن فلسطيني قد قتلوا، أكثر من 63 شخصا قد أصيبوا، وأكثر من 300,000 منزل قد دمرت بصورة إجمالية أو جزئية، فضلا عن نزوح مئات الآلاف من السكان. وتشير المحكمة في هذا الخصوص وفقا للتصريحات التي وردت على لسان وكيل الأمين عام للأمم المتحدة السيد مارتن جريفيث في تاريخ 5 يناير 2024، وأقتبس أن غزة قد أصبحت مكانا للموت، والعائلات العائلات باتت تعيش في مناطق بائسة، وباتت غزة خالية من الأمان في ظل القصف المستمر، وكذلك أيضا للمنشآت الطبية والوضع الصحي في حالة متدهورة، وغزة قد باتت غير قابلة للسكن، إذ أن الناس يشهدون تهديدا يوميا لحياتهم بينما العالم يتفرج. نهاية الاقتباس. في كذلك أشارت منظمة الصحة العالمية أنه اعتبارا من 21 ديسمبر 2023 قد أصبحت غزة، وأقتبس بأن أكثر من 93% من غزة بات يواجهون مشكلة المجاعة، فضلا عن نقص التغذية إلى حد كبير. وتشير المحكمة إلى أن التصريح الذي صدر عن المفوض العام للأمم المتحدة وممثل الأنرو السيد فيليب جوزيرين ذكر في 23 من عام 2024 قد مر أكثر من 100 يوم على عمليات القصف في غزة في عقاب الهجمات التي شنتها حماس ومجموعة أخرى، أكثر من 100 يوم من المحنة الملحة التي تعد صعبة على الفلسطينيين وعلى أهل الضحايا. أكثر من 100 يوم عمليات القصف المستمرة على غزة قد تسببت بدمارا ونزوح كبير للسكان الذين باتوا في حالة هروب مستمر، ومما أجبر كثيرون على الفرار إلى مناطق مختلفة، وقد أثر الأمر على أكثر من 2 مليون نسمة في غزة، كثيرون مما يزالون يحملون ندوبا وجروحا من هذه الحرب، بما في ذلك الأطفال الذين أصيبوا بحالة صدمة كبيرة. الحالات الصحية والمآوي لم تعد متوفرة لأكثر من 1.3 مليون شخص الذين يعانون من نقص الغذاء ونقص المواد الصحية، وفضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض الذين باتوا يعيشون في ظروف غير قابلة للعيش في ظل تلك الأوضاع. إن محنة الأطفال في غزة لا يمكن تحملها، فهناك جيل متكامل يشعر بصدمة كبيرة، وسوف يستغرق الأمر سنوات طويلة، وآلاف من الأطفال باتوا في أعداد اليتامى، وأن مستقبلهم لا يزال ضبابيا وفي حالة خطيرة.
مفوض الأونروا قد ذكر أيضا أن الأزمة في غزة وأقتبسه هنا قد تفاقمت بسبب اللغة غير الإنسانية أو المحطة للقدر الإنسانية. وقد التفتت المحكمة إلى جملة من التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين الإسرائيليين. فالتاسع من أكتوبر 2023 السيد جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن بأنه قد أمر بإجراء حصار كامل لقطاع غزة، وأنه لن يكون هناك كهرباء، لن يكون هناك غذاء، لن يكون هناك وقود، وكل شيء سوف يغلق. وفي اليوم التالي أيضا ذكر الوزير جالانت، كان يتحدث للجنود الإسرائيليين عبر الحدود وأقتبسه، بأنكم ترون ما الذي نحاربه، نحارب حيوانات إنسانية، هؤلاء داعش غزة، هذا ما هؤلاء الذين نحاربه، وأن غزة لن تعود كما كانت عليه، ولن تكون هناك حماس، وسوف نقوم بإزالة كل شيء. وإن استغرق الأمر يوم أو أسبوع أو أشهر سوف نصل إلى هدفنا، نهاية الاقتباس. في 12 من أكتوبر 2023 رئيس إسرائيل ذكر مشيرا إلى غزة بأننا نعمل من خلال هذه العملية العسكرية وفقا للقانون الإنساني الدولي دون أدنى شك، وأنها مسؤوليتنا. ومن غير الصحيح بما يقال بأن السكان المدنيين ليسوا على دراية بما قامت به حماس وما كانت تخطط له، وكان بمقدورهم أن يحاربوا ذلك. حتى هذا النظام الذي كان قد قام بالاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكري، إننا في حالة حرب، إننا في حالة حرب، لابد لنا أن نحمي موطننا، وأن هذه البلاد سوف تستمر في القتال إلى حين تحقيق النصر، نهاية الاقتباس. في 13 من أكتوبر 2023 السيد إسرائيل كات وكذلك وزير الطاقة والبنى التحتية قالوا على تويتر واقتبسوا، سوف نقوم بحربة التنظيم الإرهابي حماس، وكافة السكان المدنيين في غزة سوف يطلبوا منهم أن يخرجوا، وسوف نفوز، ولن نقوم بتقديم قطرة ماء إلى حين نهاية هذه الحرب. وكذلك أيضا لاحظت المحكمة مسألة ما ذكر في 16 من نوفمبر 2023 وما ذكره المقرر الخاص وأعضاء المجموعة العاملة للإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، الذين عبروا من خلاله عن اللغة التي تحطم من قدر الإنسانية التي كانت قد تم تداولها على لسان مسؤولين الإسرائيليين. وفي 7 من أكتوبر 2023 لجنة الأمم المتحدة لإزالة الكراهية قد شعرت بقلق بالغ نظرا للزيادة المتصاعدة لخطاب الكراهية واللغة المحطة لقدر للإنسانية بحق الفلسطينيين منذ أحداث 7 من أكتوبر. من وجهة نظر المحكمة فإن هذه الأفعال قد تفضي لتأييد الحقوق التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، بما في ذلك حق الفلسطينيين للحماية من أعمال الإبادة الجماعية وبعض الأعمال المحظورة بموجب المادة الثالثة، وكذلك ضرورة مطالبة إسرائيل بالوفاء بالمادة الثالثة وفقا لهذه المحكمة. ومن ثم تلتفت المحكمة إلى الرابط بين الحقوق المعقولة التي تطالب بها جنوب أفريقيا والتدابير المؤقتة، وتنظر إلى أنه من خلال طبيعة هذه التدابير المؤقتة التي طالبت بها جنوب أفريقيا ترمي إلى الحفاظ على هذه الحقوق الخاصة بالفلسطينيين وفقا لاتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، وهي تحديدا حق الشعب الفلسطيني للتمتع بالحماية من الإبادة الجماعية وفقا للمادة الجماعية، وكذلك مطالبة إسرائيل للوفاء بأحكام هذه الاتفاقية. لذا هناك ثم رابط بين مطالبة جنوب أفريقيا بمسألة هذه التدابير المؤقتة.
وتلتفت المحكمة بعد ذلك إلى مسألة إلى محكمة الإجحاف ومخاطره. ووفقا للمادة 41 من ميثاق المحكمة يمكن تطبيق الأحكام المؤقتة عندما يكون هناك إجحاف في مسألة الإجراءات القضية أو عندما يكون هناك تهاون بهذه الحقوق وما تحمله من تبعات كبيرة. لكن سلطة المحكمة لتقديم أحكام بالتدابير المؤقتة سوف تكون وفقا لحدوث مخاطر كبيرة قبل أن تقوم المحكمة بإصدار قرارها الأخير. وعندما تكون هذه التصرفات تفضي لمثل تلك اللغة المجحفة هي الأساس قبل الإدلاء بالأحكام. لذا على المحكمة أن تنظر إذا ما كانت هذه المخاطر موجودة. والمحكمة لن تبني طلبها بناء على الإجراءات المؤقتة فقط من وفقا للتصرفات المتعلقة بالإبادة الجماعية، لكنها سوف تنظر إذا ما كانت الظروف قد التي ترتبط بحماية المدنيين هناك من الإبادة الجماعية كانت غير متوفرة، وسوف يتم الحكم عليها وفقا للحقوق ووفقا للقانون. ويحق لكل طرف أن يتقدم بمداولاته وفقا لهذه الإجراءات. وتشير المحكمة أنه وفقا لقرار الجمعية العمومية 1961، وأقتبس هنا هو أن الإبادة الجماعية هي نكران حق أي مجموعات للعيش كأفراد وكبشر مستقلين. إن هذا الحرمان من الوجود سوف يشكل صدمة للبشرية ولا يمكن قبوله أبدا. وفي هذا السياق لا يمكن أن نقبل به وفقا لما جاء في ميثاق الأمم المتحدة. بموجب هذه القيم التي لابد من حمايتها، فإن المحكمة تعتبر بأن الحقوق المعقولة وبما في ذلك حق الفلسطينيين للتمتع بالحماية من الإبادة الجماعية وأن لا يكون عرضة لهذا، وكذلك حق جنوب أفريقيا في أن تطلب من إسرائيل لتفي بأحكام هذه الاتفاقية، وأن الإجحاف بهذه المتطلبات قد يتسبب بأضرار جسيمة. خلال الصراع المستمر مجموعة كبيرة من المسؤولين في الأمم المتحدة كانوا قد شددوا على مسألة التدهور المستمر الذي قد تعيشه الذي يعيشه قطاع غزة. وكانت قد تحدثت أن على لسان الأمين عام الأمم المتحدة الذي أشار إلى ضرورة اطلاع مجلس الأمن بواجباته. فالنظام الصحي في غزة ينهار وما من أحد آمن في غزة، فهناك عمليات قصف مستمرة من قبل القوات الإسرائيلية ولا يوجد أماكن إيواء. وأتوقع من النظام العام أن ينهار بصورة كلية، وكذلك يزداد سوءا بسبب عدم إدخال المساعدة الإنسانية. وناهيكم عن الأمراض والأوبئة التي باتت منتشرة هناك. إننا نواجه مخاطر كبيرة من انهيار النظام الإنساني، والوضع يتدهور إلى درجة غير مقبولة وكارثية، وقد يصعب إصلاحه. والشعب الفلسطيني هو الذي يعاني، ولابد من إحلال الأمن والسلام في المنطقة. لابد من تفادي هذه النتائج بأي تكلفة. نهاية الاقتباس في 5 يناير 2024، الأمين عام الأمم المتحدة تحدث أمام مجلس الأمن وقدم تحديثا عن الأحداث التي جرت في قطاع غزة، واقتبسوا بأنه للأسف فإن هناك حالات دمار مستمرة لن بدون هوادة. واقتبسوا أيضا ما إلى ما ذكر في 17 يناير والتصريح الذي صدر عن مفوض الأونر وبعد زيارته الرابعة إلى قطاع غزة بعد من تاريخ اندلاع الصراع في غزة. وأقتبس أنه كل ما
مرة أزور فيها غزة أشهد كيف الناس يعيشون في حالة يأس متزايدة، وأن هناك فرصة متضائلة للبقاء على قيد الحياة لسكان قطاع غزة. نهاية الاقتباس: المحكمة تعترف بأن سكان قطاع غزة عرضة للمخاطر، وتذكر أيضا أن العملية العسكرية التي شنتها القوات الإسرائيلية في عقاب 7 أكتوبر قد تسببت بدمار كبير وأعداد كبيرة من الوفيات وتدمير المدارس والمستشفيات والبنى التحتية، بالإضافة إلى نزوح كبير على نطاق واسع. وتشير المحكمة إلى أن العملية العسكرية المستمرة وفقا لإعلان وزير رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها قد تستغرق أشهر أخرى كثيرة. نهاية الاقتباس: نتيجة لذلك أعداد كبيرة من الفلسطينيين لم يعد لديهم قدرة الوصول إلى الأساسيات، بما في ذلك الماء، الغذاء، الكهرباء، الأدوية أو التدفئة. منظمة الصحة العالمية قدرت بأن 15% من النساء اللواتي يقومون بالولادة في اللواتي يلدن أطفالهن في إسرائيل لا يتمتعن بأي معطيات صحية، وهذا يعني بأن الوضع الصحي في غزة بات في مخاطر كبيرة وفي حالة تدهور قبل أن، وهذا سوف يكون جزءا مما سوف تنظر به المحكمة قبل الإدلاء بحكمها النهائي. تشير المحكمة إلى تصريح إسرائيل بشأن اتخاذ خطوات متعددة من أجل تخفيف المعاناة عن السكان في غزة، وكذلك تشير المحكمة إلى أن النائب العام في إسرائيل قال أن مسألة حماية الشعب الإسرائيلي قد يكون مسألة أساسية، في حين أن هذه الخطوات التي يمكن تشجيعها من قبل إسرائيل لكنها غير كافية حتى اللحظة لإزالة المخاطر التي قد تم التسبب بها، وهذا ما سوف تنظر به المحكمة قبل إدلاء بقرارها. وكذلك ترى المحكمة أن هناك مخاطر كامنة قد يتم التسبب بها، ولا بد للمحكمة أن تنظر بكافة هذه الظروف قبل إطلاق قرارها الأخير. وكذلك تنظر المحكمة أن الظروف المطلوبة بحكم ميثاقها لاتخاذ قرارات مؤقتة، فذلك يملي عليها أن تشير إلى أن بعض التدابير يجب أن تحمي ما طالبت به جنوب أفريقيا بحيث تكون معقولة ومنطقية. وتشير المحكمة أنه وفقا لميثاقها وبموجب الطلب المقدم لاتخاذ التدابير المؤقتة، فهذه التدابير المؤقتة سواء كانت بصورة جزئية أو كلية. في الحالة في القضية المقدمة فلابد من النظر بالطلبات التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وفقا لهذه الظروف، وترى بأن التدابير قد لا تكون متماثلة مع تلك الطلبات. وتعتبر المحكمة أنه فيما يتعلق بالوضع الحالي فإن إسرائيل لابد لها وفقا لالتزاماتها بموجب معاهدة منع الإبادة الجماعية بما يخص الفلسطينيين، يجب على إسرائيل أن تتخذ كافة التصرفات لتقوم بالوفاء بما نصت عليه المادة الثانية، وعلى وجه التحديد أولا حماية المجموعة وأن لا تسبب بأي ضرر ذهني أو نفسي لها تلك المجموعات جيم، وأن لا تقوم عمدا بشن أي أعمال قد تؤثر على الدمار الفعلي للبلاد، وها أن تقوم بفرض إجراءات يرمى منها لتأثير على الولادات في تلك المجموعات. إن المحكمة تشير إلى أن كافة هذه الأشياء تقع ضمن المادة الثانية إذا ما كان القصد منها عمدا هو تنفيذها بصورة كلية. وكذلك ترى المحكمة بأنه لابد من القيام بصورة مباشرة لإسرائيل ألا ترتكب أي من هذه التصرفات. وكذلك أيضا المحكمة راجعت بأنه لابد لإسرائيل أن تتخذ إجراءات لوقف عمليات التحريض التي ترمي لعمليات إبادة جماعية تطال الشعب في قطاع غزة. وكذلك تعتبر المحكمة بأنه يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية وعاجلة لتمكين تزويد
تزويد الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية من أجل معالجة الظروف القاسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إسرائيل لابد لها أيضا أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع التدمير وتتأكد من الحفاظ على كل التدابير المعمول بها بموجب المادة الثالثة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة التي طالبت بها جنوب أفريقيا والتي يجب على ترمي أيضا أنه يجب على إسرائيل أن تتقدم بالعمل بتنفيذ كافة هذه المواد. وهنا تشير المحكمة بأنه يجب على كافة الأطراف أن يتقدموا بالمعلومات التي تتعلق بتنفيذ بأي تدابير مؤقتة قد وردت الإشارة عليه. وفي ظل هذه التدابير المؤقتة التي أشرنا إلى فإن المحكمة تعتبر أن إسرائيل لابد لها أن تقدم تقريرا إلى المحكمة حول كافة التدابير التي اتخذتها إسرائيل من أجل الوفاء بكافة هذه الإجراءات خلال شهر واحد. والتقرير الذي يقدم سوف يتم إرساله إلى جنوب أفريقيا وسوف يكون لها فرصة للرد على المحكمة وتعليقاتها بناء على ذلك. وتشير المحكمة أن كافة التدابير المؤقتة وفقا للمادة 41 سوف يكون لديها نتائج وآثار ملزمة، وهذا يخلق بدوره التزاما قانونيا على أي طرف قد يطلب منه الوفاء بتلك التدابير المؤقتة. وتعيد المحكمة التأكيد على أن القرارات التي سوف تتخذ في هذه الإجراءات لن تقوم بالإخلال بالأسس الموضوعية لهذه المحكمة أو بإمكانية قبول أي طلب أو بالحيثيات المحكمة، ولن تؤثر على حق جمهورية جنوب أفريقيا أو حكومة إسرائيل أن تقدموا بأي حجج أخرى حول هذه المداولات. وإذا ما ارتأت المحكمة ضرورة أنه لابد لكافة الأطراف أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالرهائن الذين اختطفتهم حماس منذ 7 أكتوبر ولا يزالون محتجزين لديها. وكانت هناك مطالبة بإطلاق سراحهم بصورة فورية. وسوف أقرأ الآن الجزء المهم من القرار. نظرا لهذه الأسباب فإن المحكمة تنظر بالتدابير المؤقتة التالية: أولا 15 صوت لاثنين، وفقا لالتزامات المحكمة بشأن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، فإن المحكمة سوف تتخذ كافة ما بوسعها من أجل الوفاء بهذه الأحكام، وخاصة على وجه التحديد عدم قتل أي مجموعات بعينها أو تسبب بأي ضرر ذهني أو نفسي أو جيم التعمد بالتدمير الفعلي، وها فرض تدابير يرمى منها لمنع الولادات ضمن تلك المجموعة. المؤيدون القاضي تونكا، القاضي أبراهام، يوسف شوي، بانداري، رابنسون، سلام، إنوساوا، نوتي، تشارلزوورث، رامش، والقاضي هانك. المعارضون للقرار: القاضي قاضيان. إذن 15 صوتا مقابل 2، فإن المحكمة ترى بأن عمليتها يجب أن لا ترمي للقيام بأي تصرفات يمكن من خلالها إيذاء السكان في غزة. المصوتون: القاضي أبراهام، لونا، يوسف شوي، أنداري، رابنسون، سلام، يوسالا، مولتي، تشارلزوورث، براند، والقاضي فانسكي. المعارضون: القاضي جتندي والقاضي هاراك. 16 صوتا مقابل صوت واحد، فإن إسرائيل يجب أن تتخذ كافة التدابير ضمن سلطاتها من أجل منع ومعاقبة التحريض لارتكاب جريدة الإبادة الجماعية الخاصة بالمجموعات في قطاع غزة. المؤيدون للقرار: القاضي هيو، نائب الرئيس ووغن، القاضي أبراهام، القاضي يوسف شوي، فانداري، رابنسون، سلام، يوساوا، ماتي، تشارلز،
والمعارضون القرار القاضي 16 صوتا مقابل صوت واحد، فإن دولة إسرائيل يجب عليها أن تتخذ إجراءات فعالة من أجل تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة من أجل معالجة الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. المؤيدون القرار الرئيس كندو، نائب الرئيس القاضي تومكا، أبراهام، يونا، يوسف، شوي، فنداري، روبنسون، سلام، يوساوا، نولتي، تشارلز وورث، وكذلك القاضي بحكم الواقع باراك، المعارضون القاضي فاتينكا. التصويت 15 صوتا لواحد، فإن إسرائيل يجب عليها أن تتخذ تدابير فعالة لمنع تدمير عمليات التدمير الموجودة في غزة وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية، والعمل على منع ومعاقبة جريدة الإبادة الجماعية التي تطال الشعب الفلسطيني. المؤيدون الرئيس، نائب الرئيس القاضي همكن، القاضي أبراهام، لوني، يوسف، شوي، بنداري، رابنسون، سلام، يوساوا، نوتي، تشارلز جراند، وكذلك القاضي مونسك، المعارض، القاضي سبتندي، القاضي باراك. من خلال 15 صوت إلى صوت واحد، فإن إسرائيل يجب عليها أن تقدم تقريرا إلى المحكمة حول كافة التدابير التي اتخذتها من أجل إنفاذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ إصداره. المؤيدون الرئيس دانهيو، نائب الرئيس القاضي تمكا، أبراهام، لونا، يوسف، شوي، بناري، رابنسون، سلام، يوساوا، نوتي، تشارلز وورث جراند، والقاضي هانسكي، المعارضون للقرار، القاضي سبتندي والقاضي باراك. والآن سوف أطلب من أمين سجل المحكمة للتقدم وتلاوة أمر المحكمة. 15 voix contre 2. L'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission à l'encontre des Palestiniens de Gaza de tout acte entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention, en particulier les actes... Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolt, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc, contre Madame Seboutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. 2. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit veiller avec effet immédiat à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus. Pour Madame Donoyou, présidente, Monsieur Gevorgian, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Seboutine des juges, Monsieur Barak, juge ad hoc. 3. Par 16 voix contre 1. L'État d'Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza. Pour Madame Donoyou, présidente, Monsieur Gevorgian, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué,
Monsieur Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brann, juge, Monsieur Barak, Moseneke, juge ad hoc, contre Madame Seboutinde, juge. 4. Par 16 voix contre 1. L'État d'Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les Palestiniens. أجل معاقبة التحريض المباشر والعام لاعتراف الإبادة الجماعية ضد مجموعة الفلسطينيين في قطاع غزة. بتصويت السيد جوبرغان والسيد تونكا والسيد إبراهام وبانونا ويوسف والسيد شوي والسيد بندري وروبنسون وسلام وإيرا سوا والسيد شولز وولدوف والسيد براند والسيد باراك ومونيسيكي القاضي المعين وضد السيدة سنتكي والقاضي. رابعا بستة عشر صوتا ضد واحد على دولة إسرائيل أن تتخذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية فورا وذلك بتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة. السيد صوت لذلك السيد تونكا، أبراهام، بندا، يوسف، السيدة شوي، السيدة بندري، روبينسون، وسلام، إيواساوا، السيدة شارسولد، والسيد براند، والسيد باراك، وموسينيكي القاضي المعين. صوت ضد السيدة سوبنتين القاضية. خامسا بخمسة عشر ضد اثنين على دولة إسرائيل أن تتخذ الإجراءات من أجل تجنب التدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالمزاعم بالمادة 2 و3 من الاتفاقية ضد الإبادة الجماعية والتي تقترف ضد مجموعات الفلسطينيين في قطاع غزة. صوت على ذلك السيدة دونيلو والسيد جوبرغان ونائب الرئيس والسيد تونكا وإبراهيم بانونا ويوسف والسيد شوي والسيد بندري وروبنسون وسلام وإيواساوا ونورلي والسيد شارسولد والسيد موجينيكي والقاضي المعين. صوت ضد السيد القاضي سبنكا والسيد باراك. سادسا بخمسة عشر ضد اثنين على دولة إسرائيل أن تقدم تقرير للمحكمة على الإجراءات المتخذة وذلك لتطبيق الطلب في ظرف شهر انطلاقا من تاريخ اليوم. صوت على ذلك السيد جوبرغان ابن رئيس والسيد إبراهيم بانونا يوسف والسيد شوي والسيد بندري روبنسون سلام إيواساوا نولدي وسيدة دارتفولد وسيدة دارت والقاضي وسيد منسيكي والقاضي المعين ضد السيدة سندو بنتي والقاضي السيد باراك المعين. سلام إيواساوا نولد مدام شارسوورد مسيو براند جوج. السيدة القاضية سنقدم تصريحات السيدة سوبنتين. جوج أدو. السادة القضاة نولتي سيقدم تصريحا لطلب المحكمة ونص الطلب سيكون متوفرا في نسخ متعددة على موقع الإنترنت للمحكمة. رفعت الجلسة.